مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا في مدار دو مارس مع شارع الزرق تونس، سادات على قدم وساق من اجل استقبال صاحب الجلاله اللي غادي يحل بمدينه الدار البيضاء في الساعات القليله المقبله او الايام القليله المقبله. فهذا هو المدار اللي كنتواجدوا فيه. كيف كتعرفوا فمع كل زياره لصاحب الجلاله في المسؤولين كيتجندوا وكيشمروا على يديهم باش يكون استقبال يليق بصاحب الجلاله. ولكن السؤال المطروح، علاش السدادات ما كيكونوش دائما بشكل مسترسل؟ ماشي بالضروري حتى يكون صاحب الجلاله غادي يجي مدينه الدار البيضاء عاد نوضو نزوقو ونصبغو ونشعلو الضواو ونقصو الاسبال ونرقعو. الجميع كيتمنى انه يشوف مدينه الدار البيضاء في حله جميله كيف جميع المدن العالميه الاقتصاديه. مدينة الدار البيضاء للأسف متأخر بشكل كبير على باقي المدن، المدن اللي غادي نذكرها تقريبا أربع مدن اللي هي في المستوى الرفيع في المغرب، واللي هي اللي مرشحة لتنظيم كأس العالم، منها مدينة أكادير اللي جاهزة 100%، مدينة مراكش كذلك، الرباط، طنجة. هادو أربع مدن جاهزين لاستقبال كأس العالم ولأي حدث كبير، إلا مدينة الدار البيضاء اللي متأخرة. ولو أننا كنشوفوا وكنحسوا وكنشاهدوا وكنتبعوا ما يقع في مدينة الدار البيضاء منذ تعيين صاحب الجلالة للسيد مهيدي ولي على مدينة الدار البيضاء، كنشوفوا الحركية وكنشوفوا الديناميكية وكنشوفوا بأن هناك إصلاح وبأن السيد صحيح جا باش يخدم. وكنقارنوا الاشغال اللي كيقوم بها السيد مهيدي في مدينه الدار البيضاء واللي سرق الاضواء من الجميع، حتى من العمده ديال مدينه الدار البيضاء، نسى السميه ديالها مشات ليا، الرميلي. فكنسالوا شنو كانوا كيديروا الولاة السابقين اللي كانوا على راس مدينه الدار البيضاء. اغلبيتهم ما كانوش كيخرجوا من المكاتب المكيفه ديالهم، اغلبيتهم كانوا كيعيشوا في واحد الرفاهيه بدون مقابل، بدون مجهود، بدون واجب. عكس هذا الوالي الجديد اللي مشكور على المجهودات اللي كيقوم بها واللي عنده تجربه وعنده واحد السمعه طيبه. فملي كنقول نقارنوا مدينه طنجه اللي كان على راسها السيد مهيديه وكذلك مدينه الرباط، فكنشوفوا فرق كبير وكبير جدا، لا مجال للمقارنه. فملي كنقارنوا كذلك المدن اللي استقبلات كاس العالم في البلدان اللي استقبلوا كاس العالم، كنقارنوا الحال ديال مدينه الدار البيضاء باي حال ستستقبل الزوار ديال بلدان العالم في سنه 2030. شنو غادي نعطيو لهاد الزوار وشنو الصوره اللي غادي نعطيو على مدينه الدار البيضاء؟ شنو غادي يشوفوا؟ غادي يشوفوا منازل كئيبه، منزل ما كيشبه المنزل الاخر وبالاخص السكن الاقتصادي، منازل لا جماليه فيها. غادي نشوفوا فقط احتلال الملك العمومي، غادي نشوفوا متشردين كيتواجدوا في جميع الشوارع، غادي نشوفوا حماق ومختلين عاقلين كيتجولوا بكل حريه في الشوارع ديال مدينه الدار البيضاء، غادي نشوفوا محلات تجاريه كتخلي المحل ديالو كتخرج للشارع، غادي نشوفوا بزاف ديال الامور فضيحه بكل المقاييس، غادي نشوفوا مراحيض عموميه مغلقه وحنا على بعد تقريبا اقل من سنه وغادي ننظموا او سنه تقريبا غادي ننظموا كاس افريقيا ومازال المراحيض مغلقه في مدينه الدار البيضاء. بزاف ديال الامور في هذه المدينه خاصه سنين وسنين باش الله نوصلوا واحد 30% ولا 40% من اللي وصلت ليه مدينه الرباط وطنجة ومراكش وأكادير. كيف قلت بأن هناك استعدادات كبيرة يقوم بها المسؤولين للزيارة مرتقبة لصاحب الجلالة لمدينة الدار البيضاء في الساعات القليلة المقبلة، وجميع البيضاويين كيتمناو وكيفرحوا ملي كيسمعوا بزيارة صاحب الجلالة، لأن بالزيارة حال مدينة الدار البيضاء كيتغير، الإنارة كتشتعل، النظافة كترجع وكيولي واحد شوية الزواق ترقيع، الزواق إذن الكذوب، إذن كنكذبوا على الواقع. المهم هذا ما كان. هنا في هذا المدار غادي يتم صباغة الخطوط ديال الإشارات الأرضية، العمال المتوقفين على اليسار كيف كتشاهدوا أمامكم، وكذلك في بعض العمالات
اللي من المرتقب غادي يكون تدشين من طرف صاحب الجلالة لبعض المشاريع أو ببعض المبادرات كيحاولوا أنهم يرقعوا ويكذبوا، لأن بالترقع كنسميه كذوب. وكنتمنى شي زيارة لصاحب الجلالة تكون غير مرتقبة، زيارة مفاجئة لبعض المقاطعات، ومنها مقاطعة سيدي مؤمن ومقاطعة مولاي رشيد وهلي ساسفة. من المتمنيات ديالي كيف المتمنيات ديال باقي ساكنة مدينة الدار البيضاء، الزيارة ما تكونش مبرمجة، الزيارة تكون مباغتة باش دوك المنتخبين الفاشلين يلحشموا بين قوسين. إذا غادي نوصلوا لنهاية المباشر، تبارك الله عليكم.